السلام عليكم يا ثامن، اليوم إن شاء الله راح نبلش في الدرس الثاني وهو انعكاس الصوت. خلنا نتعرف على أهداف الدرس. أولا نفسر ظاهرة انعكاس الصوت ونحل مسائل عليها. ثانيا نذكر شروط حدوث صدى الصوت. عند إصدار صوت في غرفة فارغة فإننا نسمع تضخيما لهذا الصوت بسبب انعكاسه. الشخص إذا أصدر موجات صوتية، هذه الموجات الصوتية سوف تذهب وتصطدم في حاجز معين ثم ترتد وتنعكس مرة أخرى إلى مصدر الصوت إلى الشخص. وإذا كانت هذه الغرفة تحتوي على أثاث فإننا لا نسمع تضخيما للصوت. ما هو السبب؟ لماذا؟ كل هاي الأسئلة إن شاء الله بدنا نجاوب عليها في الدرس. ما انعكاس الصوت؟ ما شروط حدوثه؟ وما التطبيقات على انعكاس الصوت؟ إن أذن الإنسان تستطيع التمييز بين صوتين إذا كان الزمن الفاصل بينهما لا يقل عن 1/10 ثانية. هذا الرقم مهم يا ثامن، اللي هو أذن الإنسان تقدر تميز بين صوتين إذا كان الزمن الفاصل بين هذين الصوتين 1/10 ثانية. ما هو الصدى؟ الصدى هو تكرار سماع الصوت نتيجة انعكاسه عن حاجز على بعد 17 متر فأكثر. إذا كانت المسافة بين مصدر الصوت والحاجز 17 متر وأكثر وارتدت فإن هذا ما يسمى بالصدى. عند وضع قطعة الفلين أمام جسم الصلب اللي هو العاكس للصوت، نلاحظ أن شدة الصوت قد قلت نتيجة امتصاص الفلين للصوت. هذا ما يحدث عندما تحتوي الغرفة على الأثاث الذي يحتوي على مواد خشنة وغير مصقولة. تقوم هذه المواد بامتصاص الصوت، لذلك تقلل من انعكاس الصوت فتقلل من الصدى من هذه الأجسام مثل الخشب والقماش، وبهذا لا يحدث انعكاس للصوت. لظاهرة الصدى العديد من التطبيقات، من أهمها 1 قياس سرعة الصوت في وسط ما من خلال قياس الزمن اللازم للصوت لقطع مسافة معينة بين مصدر الصوت وحاجز في هذا الوسط. خلينا نحل مثال على التطبيق الأول من تطبيقات الصدى اللي هو موجود عندكم في الكتاب. ما أقل بعد لحاجز يمكن أن يعكس الموجات الصوتية في الهواء بحيث يمكن سماعها إذا كانت سرعة الصوت في الهواء هي 340 متر لكل ثانية، علما بأن الأذن البشرية تحتاج إلى 1/10 ثانية للتمييز بين صوتين مختلفين. المعطيات الموجودة معنا بالمثال يا ثامن، اللي هي أول إشي سرعة الصوت في الهواء. سرعة الصوت في الهواء تساوي 340 متر لكل ثانية. إذن هذا المعطيات الموجودة في السؤال. أول إشي اللي هي سرعة الصوت 340 متر لكل ثانية. أيضا معنى اللي هو الزمن، اللي هو 1/10 ثانية، الزمن اللازم للتمييز بين صوتين مختلفين. ما المطلوب؟ أقل بعد لحاجز. شو يعني أقل بعد لحاجز ثامن؟ يعني المطلوب هو المسافة. إذن المسافة هي المطلوب. إحنا بنعرف إنه المسافة قانونها بيساوي السرعة ضرب الزمن، صح؟ أخذناها زمان، المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن. كتبنا المعطيات هون، أول إشي اللي هي 1/10 ثانية هي الزمن الكلي للصوت ذهابا وإيابا، زي ما هو ذاكر اليوم السؤال. المسافة زي ما حكيت لكم تساوي السرعة ضرب الزمن. المسافة تساوي، خلينا نعوض، السرعة موجودة معنا اللي هي 340 ضرب الزمن اللي هو 1/10 ثانية. ولكن هون الزمن لازم تعرفوا يا ثامن الكل انه هون الزمن ذهابا وايابا، ماشي؟ نضرب 340 ضرب 1/10 ويساوي 34 متر.
لكن هو مش طالب المسافة ذهابا وإيابا، طالب أقل بعد للحاجز، يعني بنختار فقط اللي هي مسافة واحدة ذهابا. خلينا نختار مثلا، ماشي، شو بنعمل؟ بنقسم المسافة على 2 اللي هي 34 على 2، لأنه هاي 34 هي المسافة التي يقطعها ذهابا وإيابا. شايفين هون عندنا، طلعوا الشكل، تخيلوا إنه هاي هي الموجات الصوتية، 34 اللي هي المسافة اللي قطعها ذهابا وإيابا. أنا بدي بس ذهابا، شو بنعمل؟ نقسم 34 على 2 اللي هي المسافة على 2، ويساوي بعد الحاجز اللي هي 17 متر، اللي هي 34 تقسيم 2 ويساوي 17 متر. طيب خلينا نشوف ما هو التطبيق الثاني يا ثامن من تطبيقات الصدى. أخذنا التطبيق الأول، إن شاء الله تكونوا فهمتوا، اللي هو قياس سرعة الصوت في وسط ماء. التطبيق الثاني، قياس عمق محيط باستخدام جهاز السونار اللي هو مرسل موجات صوتية. شو اللي بيصير يا ثامن؟ بيكون مثلا عندنا سفينة بالمحيط أو باخرة، بتكون مركب عليها اللي هو جهاز لإرسال الموجات الصوتية. هذا الجهاز يقوم بإصدار موجات صوتية تصطدم في قاع المحيط، ترجع ترتد مرة ثانية إلى السفينة، وبالتالي يتم قياس عمق المحيط باستخدام هذا الجهاز. التطبيق الثالث، تحديد موقع طائرة بالنسبة لبرج المراقبة باستخدام موجات الرادار. وهيك بنكون يا ثامن خلصنا درسنا اللي هو انعكاس الصوت، ويعطيكم ألف عافية.